خلاص بنزين ولا ايه؟ وانا معيش فلوس. طيب اتاخرت قوي. والنبي استاذ لو سمحتي. ايوه خير. معكيش 100 جنيه نحط بس بنزين العربيه. انت مجنون في دماغك ولا ايه؟ مجنون ليه يا فندم؟ العربيه خلاص معاها بنزين وانا معيش فلوس. طب انا مالي؟ عربيتك خلاص البنزين تقف تشحت؟ مش يعني راكب يا فندم، راكب عربيه زي دي واقف تشحت 100 جنيه؟ عايز نحط بنزين يا فندم؟ ده كمان. طب خدي انت، خدي التليفون خليه رهن معاكي. تليفون ايه اللي رهن معايا يا راجل انت؟ انت خرفان في دماغك ولا ايه؟ بقول لك انا معيش فلوس نحط بنزين. وانا مالي؟ وانا مالي معاك فلوس ولا معاكش فلوس؟ انت ما بتفهميش ولا ايه؟ انت كمان بتغلط؟ ده انت راجل قليل الادب وقليل الذوق. يا فندم انا بقول لك انا عايز 100 جنيه نحط بيها بنزين. يعني شحيت صح؟ مش شحات يا فندم، هنجيبها لك تاني. هتجيبها لي فين؟ هنجيبها لك هنا، انا كنت جاي طلب هنا والعربيه خلصت بنزين. وتشحتها بقى من الناس من اللي معدي تتسول؟ ما تشحتش يا فندم عشان خاطر تركب عربيه يا فندم. من وشكلك قدام الناس يا فندم ما تخليش على الناس، وانت اصلا شحات ومفيش في جيبك جنيه. طب بص يا فندم، صلي على النبي، اديني رقم تليفونك، انا اول ما هنوصل هنبعتهم لك. 100 جنيه بس. انت مجنون انت؟ رقم تليفوني اديهولك انت؟ تعبت في دماغك يا فندم؟ طب نعمل ايه؟ تعمل ايه يا اخويا؟ انزل يا اخويا اشتغل ولا بيعها. طب العربيه مش قدها حبيبي، بيعها. يا حاجه انت في ايدي عليا اقساط. وانتوا لازم المنظرك كدابه يعني؟ لما انت مش لاقي تاكل لازم تجيب عربيه. شغلي عليا لازم تفشخر بقى قدام الناس. طب انت واحد ما فشخراتش، انا ايه ذنبي انا؟ ايه ذنبك انت؟ هتبص هتديني ال 100 جنيه ولا لا؟ 100 جنيه ايه؟ والله ما اديك حتى ربع جنيه. 100 جنيه نحط بقى بنزين يا بابا. انا كسرها لك. كسرني مين يا بابا؟ ايه تكسلي مين؟ انت فكرها على بقى الزوزه؟ على فكره انت لازم تتعاقب، لازم القانون يعاقب اللي زيك. هتديني 100 جنيه ولا مش هتديني 100 جنيه؟ فشخرجيه اللي زيك. بص راكب عربيه عامله ازاي؟ اعوذ بالله. خمسه في عين. بص اعوذ بالله. اقول فيها ايه؟ اعوذ بالله منك. بص عامله ازاي يا فندم؟ ده الفانوس بس اللي اقول لك ايه بس؟ ده الفانوس اشتغل بيه سنه يا فندم. اعوذ بالله. انا منكم لله حسبي الله ونعم الوكيل. يا فندم نحط بقى بنزين. 100 جنيه نحط بقى بنزين، العربية ما فيهاش بنزين. 100 جنيه يا راجل انت؟ مجنون انت ولا مهفوف في عقلك؟ ما تروح تبيعها. في تعالى يا استاذ. في ايه يا جدعان؟ تعالى والنبي احضر. انت تخلص خالص. حاضر خلاص اهو سكت. هو جوزك؟ استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم يا رب. مالك؟ طب استهدي بالله، مالك يا ريس؟ بس والله يا ريت العربية خلصت مني بنزين يا استاذ، من كلها اديني 100 جنيه نحط بقى بنزين للعربية. طب ده رد يا عم لا تشتم فيا. ارد عليه اقول له ايه؟ ما هو برضه عنده حق، العربية تربو بتاكل بنزين. تربو؟ اه. انتوا الاثنين انت ما تعرفيش عن ايه التربو اصلا. لا ما اعرفش. ربنا يخلي لك بركة. شيل ايدك بس يا استاذ. ربنا يخلي لك بركة يا ريس. يا باشمهندس عايز 100 جنيه. ما انت يا عم شفت الناس المحترمه؟ انتوا بتعملوا كاميرا خفيه صح؟ كاميرا خفيه ايه؟ اهو 200 جنيه. ربنا يعمل بيه. تجيب 100 جنيه ده بتاع البنزين. خد احلى 100 جنيه والله. انت راجل شايف الناس المحترمه؟ راكب عربيه. اعوذ بالله منك انت يا شيخ اتقي الله. يعني بقى خليكي شواب يا شيخ اتقي الله، خليكي شواب. معلش قول لي الكاميرا معلقينها فين؟ كاميرا ايه يا فندم؟ ده انا ماشي عموما. والله ايه؟ اقسى عليكم مش تقولوا لي انتوا كاميرا خفيه. ده مجنونه دي ولا ايه؟ اقسى عليكم ده مجنونه. اسعى خالص. دي كاميرا كويسه حولي لي. طب ما كلمتنيش عقد النفس. بقول لك ايه؟ اثبت نفسك. عموما انا ساكن في العماره دي، احتجت اي حاجه اخوك شادي. 13 يا جدع. اه والله العظيم توكل على الله يعينك. ما تروحوش الكاميرا خفيه. ده راجل هيمشي. اعوذ بالله منك انت. ده راجل هيمشي بالعربيه والراجل عطله 300 جنيه قدام. اما اروح اشوف لقط رزق انا كمان يمكن الاقي حد يديني. عبيطه.